زينب، رح نروح لأجواء معرض دمشق الدولي يلي رح تبقى الحدث الاقتصادي والفني والثقافي الأول يلي عم نترقبه بدورته الستين. لاحكي بشكل موسع أكثر عن التحضيرات للمعرض وكيف الهمة. هلا بصيرنا نرحب بالأستاذ كرم فضلون، هو مشارك. يملك مشارك ويملك جناح صح. في معرض دمشق الدولي. مشاركين بجناح. نعم، صباح الخير سيد كرم، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. صباح النور. صباحك. خلينا نحكي، يعني نحن هلا مقبلين على حدث كثير مهم مرتبط صحيح. بذاكره كل السوريين صح. وخلينا نحكي انه هي الدوره الثانيه بعد توقفه لسنوات، وكان هذيك السنه له بصمه مميزه، وهي السنه كمان التحضير عم يتم له مثل ما شفنا على ارض المعرض بشكل كثير كبير بتكبير الاقسام والجناحات مساحاتها إلى ومشاركة 48 دولة. فخلينا نحكي سيد كرم عن مشاركتكم والتحضيرات اللي تمت، خاصة مثل ما قلت لنا تحت الهواء في أكثر من شركة معكم. أكيد أكيد. هلأ نحن شركة قابضة حقيقة، عندنا حوالي 12 شركة مشاركين فيهم كلهم بجناح كبير بمعرض دمشق الدولي. هذا الجناح هلأ عم يتم بناؤه، يعني التحضيرات على أشدها صراحة. في شركة مستلمة موضوع وفي مثلنا كثير، يعني رحنا شفنا بالمعرض في أجنحة عم تنبنى، يعني في هياكل معدنية عم تنبنى وفي شركات كثير رجعت تشارك. ومعرض دمشق الدولي يعني صار هو بشكل ثقافة، حتى ثقافة بلد، مو بس معرض عادي. هو بيمتاز بكثير أمور، أهمها تنوع المجالات، يعني هو ثقافي تجاري، بصير في حفلات فني صحيح. حتى بصير فيها نصيب، بصير في ديلز، يعني ممكن يحضروا وزير وممكن يحضروا مواطن عادي، ممكن يحضروا طفل، كافة الشرائح. فهذا الشيء كتير بيدعم نحن كشركة قابضة مشاركتنا، لأنه مجال الشركات المشتركة كتير متنوع. نعم. في منا صناعي، في منا تجاري، في شركة إنتاج فني، في جمعية خيرية. فتنوع الشركات كثير بدعمها معرض دمشق الدولي حقيقه. نعم. يمكن انتم مو شخص وشخصين، انتم عدد كثير كبير. أكيد. كم هائل من الاشخاص، بيروح الشباب وبيروح التعاون كلكم، يمكن متحدين على التحضيرات وهيك بهمه عاليه. خلينا نحكي يمكن خلف الكواليس، كيف عم تحضروا، كيف هيك عم تشتغلوا، كيف يمكن بالورقه والقلم عم تحضروا، وصلكم وقت مو بس هلا. اكيد اكيد. هلا تاكيدا لحكيك، نحن تقريبا لنا 3 شهور عم نشتغل بالموضوع. نحن تيم 12 واحد، وفي مثل ما قلت لكم شركه احترافيه كمان عم بتساعدنا باداره الايفنت. صعوبه الموضوع انه هن 12 شركه مختلفين، يعني اليوم انا ما فيني اقدم جمعيه خيريه مثل ما بقدم معمل صلب وحديد. فكانت يعني الكونتاكت اللي عملناه مع كل مدير والطريقه اللي بده يطلع فيها والسامبل اللي بده يحطه والجرافيك اللي بده يظهره كثير، كان عمل صراحه يعني كثير بده تيم ورك وكتير بده احترافية وكتير أخذ وقت وجهد، بس كان في تعاون من الكل، وإن شاء الله حتشوفوا شيء كتير مميز. طب بما أنه هي مثل ما قلنا الدورة الثانية بعد توقف. نعم. دام سنوات، وهي السنة مميزة جدا، الأمن والأمان، يعني دمشق آمنة، خلينا صحيح. نقول بين قوسين دمشق آمنة بفضل انتصارات الجيش العربي السوري. شو المميز، شو الجديد أيضا بهذا العام؟ صح، الجديد هو يعني يشكل السنة معرض دمشق الدولي مسج للي جوا واللي برا، رسالة حقيقية انه كل الصناعات اللي وقفت شوي خلال الأزمة هي رجعت. في كثير من الانتيتي او الشركات اللي مشاركة هي ما زالت بيبيز، يعني خلال اشهر حتنطلق، لسه ما انطلقت. فهي مسج كثير مهمة للداخل والخارج انه صار عندنا صناعات رجعت على البلد، كابلات، محولات، حديد صلب، درفلة، تجميع سيارات، كلها صناعات ثقيلة رجعت على البلد، كله بفضل مثل ما قلتوا الجيش وعودة الأمان للمنطقة كلها، واللي سمحت لنا نرجع نفتح معرض دمشق الدولي من جديد حقيقة. نعم. يمكن أكيد يعني كل شركة بدها تقدم أفضل ما تملك قدام يمكن عدد من المشاركين من الخارج جايين، وعنا عدد كتير مهم جايين زوار ليشاركوا بمعرض دمشق صحيح. الدولي. خلينا نحكي يمكن كيف بتتم عملية التسويق للشركة، للمادة، للجمعية أيضا أو للشركة صح. ذكرتها يمكن صح. صح. خلينا نحكي عن فكرة التسويق، فكرة إظهار هي الصورة لمجموعة من الشركات وليس شركة واحدة. 100%. هلأ على سبيل المثال إحنا في شركات تملك برودكت مثل ما قلتي، عندها شيء نحن لنسوقه، وفي شركات لا تملك برودكت، هي سيرفيس. فعلى سبيل المثال الجمعية أوكي. جمعية خيرية، اللي عملناه هو طلعنا إحصائية إنه شو مقدمة الجمعية،
خلال السنوات الماضية، أرقام كم خدمة طبية، كم مساعدة إنسانية، كم حدا طلق خدمة، ونوعية الخدمات المقدمة. فقدمنا ستاتيستيك ونحن شو منقدم. وحاليا نحن حنتواجد بدمشق لأنه جمعيتنا موجودة بس باللادية، فخلال أشهر حنكون بدمشق، فكمان عم نعطي هاي المعلومة. الشركات اللي فيها برودكت عم ينعرض البرودكت، يعني مثلا معمل المحولات جبنا محولة فيزيكلي مشان تشوفها العالم، لأنه في أكيد جاي كتير وزراء من الدولة وأكيد بحاجة لمحولات هلا بالمرحلة القادمة، فبدهم يشوفوا شو عنا، كم كافئة، شو استطاعاتها، شو أسعارها. فكان في رح يكون عفوا موجود تيم سيلز حتى يشرح، يعني هي تسويق أيضا للمنتجات حتى تشوفوا جودتها كمان طبعاً. العالم تقدر كمان تشوف جودتها. نفس الأمر للكبلات، نفس الأمر لأمان دمشق اللي هي شريك ماروتا سيتي، شريك المحافظة بمشروع ماروتا سيتي بساتين الرازي. صحيح، فجايبين المكيت بحلقات سابقة حكينا عن هذا المشروع، جايبين المكيت عن المشروع حنشرح عنه. يس، لأنه أوريدي بلشنا حفر، وإن شاء الله خلال 3 سنين حتى حيبلشوا يبيعوا الشقق بإذن الله. نعم كرام، يعني نحن كمان أنا كتير مصرة على أنه هي المرحلة مرحلة كتير مهمة لكل السوريين. صحيح، خاصة أنه فيها كمان إعادة أعمار، فوينكم أنتم من إعادة الأعمار؟ شو المشاريع الجديدة اللي عم تخططوا لها غير يعني ماروتا سيتي؟ هل في شيء جديد؟ أكيد أكيد، هلأ في مشاريع عقارية بالساحل حتى لسه لم يعلن عنها بعد. وين بالساحل؟ باللادية وطرطوس. باللادية وطرطوس exactly. وفي مشاريع أخرى عقارية بدمشق غير ماروتا سيتي كمان سيعلن عنها قريبا. إعادة الأعمار حقيقة نحن هلأ مركزين على المواد الأولية وعلى الصناعة، يعني الحديد، الكبل، المحولات، هذا كله هيدخل بإعادة الأعمار. حلو، وكله مركزين عليه، وفي شيء بلشنا إنتاج فيه الحمد لله. الحمد لله. قديش يمكن شركاتكم هي مستعدة لتتعاون مع شركات إن كانت خاصة أيضا وإن كانت للدولة لحتى يصير في تعامل وتعاون بإعادة الأعمار أو فتح معامل يمكن بتساعد بالإسهام بإعادة الأعمار؟ قديش هون اليوم في تعاون بهذا الشيء؟ كتير في تعاون، أوريدي بلش صراحة، يعني إحنا اليوم في كونتاكت كتير قوي مع الدولة ومع القطاع الخاص، وعم نعرض البرودكتس تبعنا وعم نعدل عليه بناء على النيت تبع السوق. فهذا التعاون اوريدي موجود ولازم يكون موجود، ونحن جزء منه، لانه نحن زمان احنا بلشنا باعاده الاعمار وغيرنا بلش، مين بده يبلش؟ يعني لازم نبلش باللي جوا. نعم كرام، في كتير منافسات، 48 دولة مشاركة بين عربي وأجنبي ومحلي. صح. اليوم فرصة لأيضا السوري حتى يعرض أيضا المنتجات السورية على كل الأسواق العربية والعالمية. صحيح، فكمان هي الفرصة وهي المسؤولية قديش كبيرة عليكم؟ كتير كبيرة صراحة، ونحن عم نحاول دائما نشتغل بكواليتي وستاندر كتير عالي وبنافس برا. وإن شاء الله يعني رح نفاجئكم بكل شيء. يعني عنا معمل أدوية سرطانية موجود مشارك عالمي سمعنا أنه في أول يمكن معمل أدوية سرطانية سيكون بسوريا بالمنطقة. يعني تقريبا شيء 15 يوم بإذن الله ببلش إنتاج، يعني هذا مشروع قومي أنا بعده، مو بس مشروع عادي يعني. فأكيد نحن دائما بندور على الكواليتي ورح تنافس برا وجوه. أكيد أكيد، بالإضافة يمكن إلى هالتعاونات الكبيرة ويمكن هالمنتوجات الكتير مهمة، كمان في استقطاب لليد العاملة السورية بشكل كتير كبير للعقول السورية يمكن للذكاء والمواهب السورية بشركاتكم كمان. قديش مهم اليوم استثمار هي اليد السورية العاملة، اليد الوطنية يلي يمكن عانت خلال الحرب؟ صح. العديد ولكن لقت عمل بشركاتكم 100%. هلأ نحن يعني I'm proud to say، فخور أني أقول أنه نحن تقريبا عنا ما يقارب 2000 وشوي موظف بكل الانتيتيز. كلهم سوريين، يعني في نقول في بعض الخبراء بمعمل الصلب فقط، وكلهم سوريين يعني عشرات هنن، وغير هيك كل شيء سوريين. فهذا لحاله إنجاز أنا برأيي، ولسه القادم أكثر أكيد أكيد. نعم، شو بتحب تتوجه بكلمة كمان لكل الشركاء بنجاح هذا الجناح اللي أنت مشارك فيه؟ أوكي. أكيد في شركاء بالنجاح مثل ما نقول. صحيح صحيح، أنا بدي أشكر تيم صراحة اللي عم نشتغل معه من دون ذكر أسماء. نحن تيم يعني مثل ما قلت لكم صغير عم نشتغل بالتنظيم. وبدي اشكر الشركه كمان من دون ذكر اسماء اللي هي عم تساعدنا بالايفنت مانجمنت بالمعرض بطريقه كثير احترافيه صراحه. نعم، وبدي اشكر الاستاذ فارس اللي هو مدير مدينه المعارض كمان كثير قدم لنا تسهيلات صراحه لنا ولغيرنا. حلو كثير. نعم،
سيد كرم، كمان نحن بدنا نتشكر هيك شركة تحوي مجهود شبابي وعقل شبابي يمكن بتحتويه سوري اللي هو من أهم الناس وين ما راح دائما بيلقى لنا نجاحات والدعم. نتشكرك كثير، شكرا لمجهودكم، موفقين، واكيد بدنا ندعي كل الناس وكل السوريين لحتى يزوروا جناحكم بالمعرض، وهيك ان شاء الله نشوفكم مشاركين بمعارض عالمية. شكرا لك، شكرا كثير، شكرا لوجودك معنا، وما في احلى من انه نبني بلدنا. أكيد. يعني هذا احلى عنوان فينا نختم فيه. شكرا لوجودك معنا.